الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ قسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. يعد الدكتور حسين واحدا من أبرز العاملين في مجال التعداد السكاني والإحصاء، فهو المشرف العام على تعداد السكان والإسكان والمنشآت عام 2017، رئيس فريق العمل ومحرر التقرير الوطني لمتابعة ورصد تقدم مصر لتحقيق الأهداف الإنمائية، رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر القومي الثاني للسكان 2007-2008، عامل مستشارا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من العام 2006 وحتى 2012، شارك في إعداد السياسة القومية للسكان من عام 1980 وحتى 1986، عضو الاتحاد الدولي للمشتغلين بالدراسات السكانية، عضو معهد الإحصاء الدولي، أشرف على مجموعة من الدراسات والمسوح الميدانية خلال الفترة من 1977 وحتى الآن، والتي يصل عددها إلى 90 دراسة تغطي مجالات متعددة. مستشار إقليمي لجمع البيانات والسكان بمكتب الدعم الفني للمنطقة العربية وأوروبا، التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان منذ عام 1994 وحتى العام 2000.